غير صالح للسباحة. يعني ما مفروشناش، يعني ما كاين حتى شي لافته ولا شي حاجه اللي باش نعرفوا حنا بان الوزاره خرجت هذا القرار هذا بانه غير صالح للسباحه. بهذا الحال كنوجهوا المسؤوليه للناس المسؤولين وبالاخص الجامعه ديال المحمديه، البلديه ديال المحمديه، حتى هي اللي مكلفه بالشواطئ. بهذا الحال غيبقى فينا الحال، حيت مشينا حنا للنواحي ديال الشمال كتشوف البحر بحر ذهبي، ومحمدية كانت معروفة بالرمال الذهبية. فين هي الرمال الذهبية في محمدية؟ صبحات كلها أزبال، كلها ما كاينش حتى متنزه ديال الأطفال في وسط المحمدية. وسط المحمدية ما كاينش حتى متنزه للأطفال، يعني كحديقة أو شي حاجة يعني متنزه للأطفال، ولا ما كتلقاش من غير الشاطئ. لما لقيتيش من جيت الشاطئ ما لقيتيش فين فين تجي في محمدية. بالنسبة للمحمدية ولات مدينة مبهدلة، ما عندك ما تتباع، يعني ما عندك ما تتباع بصفة عامة. المسؤولين كيخرجوا من المسؤوليه. لا مخباري الصراحه جيت مع العائله ديالي والصراحه المنظر زوين، ولكن كنعوموا عادي، ما بان لنا حتى شي لعيب، فهمتي؟ ما نصحونا ما والو الصراحه. لا ما كاين لا علامه لا والو، ما يكذب عليك حتى شي واحد، ما كاين لا علامه لا والو، فهمتي؟ والميتناجور كاين هنايا ما كيقول لك لا صالح السباحه لا والو، فهمتي؟ حيت كنعوم مع العائلات ديالنا وهادي، فهمتي؟ عادي دابا سمعت جاتني غريبه الصراحه، وما كينصحوا ما والو، فهمتي؟ خاصهم ينصحونا ويقولوا هاد الماء ما خاصكش تسبح فيه وهادي، فهمتي؟ ما ناصحيننا ما والو، كنعوم مع العائلات ديالنا، فهمتي؟ وشكرا جزيلا على لهاد النصيحة. تخلي العين الصراحة ضرني، وفهمتي؟ وحسيت بواحد، فهمتي؟ ودني كضرني شوية، ولكن ما كيجيش شي ميتناجور لهادي ونصحك ويقول لك هاد الماء ما خاصك تسبح فيه، فهمتي؟ عادي تلاح وزيد تيديك البحر. جرات لي شي حاجة، فهمتي؟ يتحملوا المسؤولية ديالهم، فهمتي؟ ما كاينش ما خاصك تدعي حتى شي واحد. وحنا جينا مع العائلات ديالنا باش فهمتي، باش نخويو هذيك، زعما انا خدام زعما وكنخوي هذيك الطاقه ديال اللي عندي، وهذه كنجي مع العائله ديالي وكن فهمتي. والمنظر كان ما عرفتش هاد المسؤولين اللي، والله ما عرفتش. لا مخباريش هو في الصراحه ما خصوش يكون كما قلت لك الوليدات تلوث، هذا الشيء ما خصوش يكون. ما كاينش شي بلاكه، ما دايرش شي بلاكه كاتبين فيها شي حاجه باش غنعرفوا حنا ولا والو. حنا كيقول لك سير البحر، بحال قلت لك كنهبطوا للبحر هنايا، كنشوفوا ما داير لا بلايك، ما كيقول مازلت ما استافد منكم شويه، وواحد اخر ما كنستافدوش منه. الوليدات كما قلت لك راه كاين اللي كتكون المناعه قليله، ما خصهمش يتلوثوا واد الحار خارجنا في البحر، ما خصهمش يقربوا ليه ويعوموا، خصهم يمشيو شي بلاصه تكون تلوث ديالها زوين. لا ما بقاش نعوم فيه الوليدات، نمشي لاتجاه اخر اللي كيكون نقي وزوين. هنا تلوث، هنا المحمديه هالواد هذا ما خصوش يكون كاع اصلا يعوم فيه الشعب هنايا، وليدات صغار وشبان وكبار وصغار نيت ما خصهمش يعوموا هنايا. تعرفي مناش التلوث، ما تعرفي مناش، ما غاديش تعرف مناش مراد واش من مش هاد التلوث، ما غاديش تعرف. تقدر تقول عام مريض، تدي للطبيب تقول راه عام غير مريض، ولي راه كما قلت انت تلوث هنا في البحر ما هو اللي كيكون سبب. ما كاينش اللي كيرد البال بحال ما كيوك، ما كاينش اللي ما كاينش. المهم بحال قلتي غاني ما مسوقنش هما هادشي الاولاد، ولا مسوقن الاسره، ولا مسوقن حاجه اخرى، بحال قلتي مسوقن اباليه، مسوقن شغلهم، مسوقن داك الشيء ديالهم هما خاص بهم، ما كنعرفوهمش حتى حنايا اش كيديروا هما كاع، وما كنشوفوهمش اصلا، ما كنشوفوهمش هنايا. كنجيو حنا ولاد محمديه وكنجيو لهنايا والو ما كاينش شي واحد كيبان، ظهرك دابا شي مقدم، ظهرك شي والو ما كاين. انتخابات كيبانوا، وفعلا انا واخا من انتخابات والله يا خويا ما عمري صوت في حياتي، انا كان ما عمري صوت في حياتي، بنقول لك زعما صوت في حياتي، ما عمري صوت على شي واحد وشي مغربي في حياتي. انا كان نصوت على نعم هو اللي عدي، انا ما عديش من شي حاجه من غير محمد السادس. هادشي اللي كنقول لك اصحابي، انا ما مغربي بحالهم، حاش غيدير ليا مقدم راه يجي لك، وكان مقدم يجي كما قلت انت يشوف هاد التلوث اللي كاين في هاد الشيء، هاد واد حاره هو خارجنا، واش هادو كاين كما قلت انت دراري شبان ساكن، شوف الحاله كي دايره، واد حاره هو كيعوم، راه هي في كاين بنادم كما قلت انت كياخذ التلوث، كياخذ طبيب، كيمرض بالصدر، كيمرض
وكندو حنا للطبيب كنخسروها فلوسنا، كيقول لك لا حقه هذه حقه هذه هذه من هذه. وانت شوف الحاله اللي جاريه هنا، ما تشوفوش في الطبيب، ولا الطبيب راه كل كان يداوي يكون داوي راسه، ولا يداوينا الله سبحانه هو اللي كيداوي. الطبيب راه ما عنده ما يداوي، ولا خاصنا كيما قلت نصالحوا حنا بلادنا، حنا اللي خاصنا كيما قلت حتى المقدمين وهال كلشي المهم. المخزن علاش كيتخلص؟ راه كيتخلص علينا وكيتخلص على بحال مال المشكله اللي جاريه هنايا. علاش كيتخلص هو؟ مالو كيتخلص عليا انا؟ انا راه مواطن، انا راه مواطن، ما عندي ما يدير مني. انا راه هذه بلادي، واخا كتشوفني بحال ما كمواطن، انا راه هذاك المقدم فوق منه انا في الحنايا. الا جاو يديروا التحاليل ديال الدم ديالو، هو باغي يعرش الفلوس. انا تحاليل ديالي كنموت على بلادي وعلى ارضي.